السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تجدد اللقاء مع دروس اللغة العربية مع درس الطباق، وهو من دروس البلاغة، والطباق من المحسنات المعنوية. فنحن في هذا العام ندرس المحسنات البديعية بقسميها اللفظي والمعنوي، والطباق من المحسنات المعنوية. بداية دعونا نقرأ هذه الأمثلة لنتعرف على النوع الأول من الطباق، وهو طباق الإيجاب. وطباق الإيجاب هو الكلمة ومضادها. قال تعالى: وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا. نجد أن أضحك مضادها أبكى، أمات مضادها أحيا. في المثال الثاني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. نجد أن هذا الحديث وهو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم اشتمل على أكثر من طباق. فنجد شبابك مضادها هرمك، صحتك مضادها سقمك، غناك مضادها فقرك، فراغك مضادها شغلك، حياتك مضادها موتك، وهكذا. أما في المثال الثالث نلحظ في قول الشاعر: لئن سأني أن نلتني بمساءة لقد سرني أني خطرت ببالك. نجد كلمة سأني وكلمة سرني بينهما أيضا طباق. هذا النوع من الطباق يسمى طباق الإيجاب. وهناك نوع آخر سنتعرف عليه يسمى طباق السلب. في هذه المجموعة باء نتعرف على طباق يسمى طباق السلب. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. تلاحظون كلمة يعلمون ثم نفي هذه الكلمة لا يعلمون. في المثال الثاني قال امرؤ القيس: جزعت ولم أجزع من البين مجزعة، وعزيت قلبي بالكوائب مولعة. فنجد هنا كلمة جزعت وكلمة لم أجزع، فنجد أيضا الكلمة ونفيها. قال أحد الشعراء في البيت الثالث: خلقوا وما خلقوا لمكرمة، فكأنهم خلقوا وما خلقوا، رزقوا وما رزقوا سماح يد، فكأنهم رزقوا وما رزقوا. نجد في هذا البيت أربعة من الطباق: خلقوا، ثم نفي لهذه الكلمة ما خلقوا، ثم أيضا نجد رزقوا ما رزقوا، وكذلك كررها مرة ثانية في نفس البيت. إذن طباق السلب هو أن تأتي بالكلمة وتأتي بنفي لهذه الكلمة: يعلمون لا يعلمون. تقول: اجتهدت لم أجتهد، عرفت لم أعرف. فهذا هو النوع الثاني من الطباق ويسمى طباق السلب. خلاصة القول أبنائي الطلاب بنات الطالبات أن الطباق وهو من المحسنات المعنوية التي تتجه إلى تحسين المعنى. الطباق، وسندرس المقابلة أيضا، هذه المحسنات تحسن المعنى. والطباق هو الجمع بين الشيء وضده في الكلام، ويأتي على نوعين كما بينا. المجموعة الأولى التي قرأناها وهي طباق الإيجاب، هو ما لم يختلف فيه الضدان إيجابا وسلبا. تقول: طويل وقصير، وأبيض وأسود. أما طباق السلب هو أن تأتي بالكلمة ونفي لهذه الكلمة، فتقول مثلا: حضر لم يحضر، عرف لم يعرف، وهكذا. بعد دراسة الطباق أبناء الطلاب بنات الطالبات تعالوا بنا إلى التطبيق في هذا التمرين. في الأول مثال الأول قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. التطبيق كما أسمعكم نلحظه في كلمة الظلمات وكلمة النور، بينهما طباق. هذا الطباق ما نوعه؟ نعم أحسنتم، هو طباق إيجاب. كذلك في المثال الثاني قال الشاعر: وأصدع شكي باليقين، وإنني لنفسي على بعض الإساءة حابس. نجد هنا كلمة شكي وكلمة اليقين، بينهما طباق أيضا ما نوعه؟ نعم هو طباق
إيجاب، لأننا نأتي بالكلمة ومضاد لهذه الكلمة. في المثال الثالث قال الشاعر: على أنني راض بأن أحمل الهوى وأخلص منه، لا علي ولا لي. هنا الطباق نجده في كلمة علي وكلمة لي، أو في الحرف علي ولي. فالطباق قد يأتي بين اسمين، وقد يأتي بين فعلين، وقد يأتي بين حرفين، وهو هنا بين حرف وحرف. والآن أترك لكم الأمثلة الرابع والخامس والسادس، حاولوا أن تحددوا فيها الطباق وأن تحددوا نوعه.